إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم وغفر لنا وإياكم وهدانا وإياكم يا رب العالمين. معكم محمد نصيف المحاور، باحث في الكتاب المقدس للرد على المنصرين مما يعتقدوهم. معنا أختنا غادة صابر فيليب بطرس، والآن أختنا إيه؟ نهى السيد؟ نهى السيد. وفي حلقتنا النهاردة، لماذا رفضت المسيحية وأمنت بالإسلام؟ وحال قبل الاسلام وبعد الاسلام. بس نسمع الفيديو ده الاول، وزي ما انتم عارفين انا اهم حاجه عندي المصداقيه. فناخد اول شيء يبين مصداقيه ما نقول، اللي هو شهاده اشهار الاخت، وبعد كده ندخل في فيديو تعريفي بصراخ قنوات التنصير لاسلام هذه الاخت. دي شهاده اشهار اختنا غاده صابر فيليب بطرس، اهي شهاده الاشهار اهي. وانتوا عارفين طبعا عن عبد الله اهم حاجه عنده المصداقيه. طيب الحاجه الثانيه، ازيك اختنا عامله ايه؟ تمام، الحمد لله استاذ محمد، تمام. الله يبارك فيك. ناخد مقدمتك للاخوه، وبعد كده اعرض لهم الفيديو. وقنوات التنصير تصرخ من اسلامك. بداية بشكر الله عز وجل طبعا اللي أنعم علي بنعمة الإسلام. الحمد لله. طبعا أنا عايزة أشرح الأول للأخوة المسلمين والمسيحيين إيه اللي خلاني أنفر من الديانة المسيحية. نعم. طبعا في الأول الفطرة السليمة بترفض أي شيء بيناقض العقل أو بيخالف العقل. ده اللي حصل معايا بالظبط لما ابتديت أفكر وأرفض بعض الطقوس المسيحية اللي بيمارسوها في الكنيسة، خدوا بالكم لأن عقلي اختنا نهى عكست الاسئله. انت فاكره الاسئله بتاعتي كانت ازاي؟ ايوه، ايه اللي خلاني انجذب للاسلام الاول، وبعدين ايوه ايه اللي خلاني انفر من المسيحيه؟ صح. يعني انا رفضت الترتيب ده لاني لازم الاول افضى من المسيحيه علشان اقدر استوعب الاسلام. النقد ما البناء، ينفعش هدم ما البيت ينفعش قبل. ايوه ما ينفعش ابني دين على دين. الاول صحيح. اخرج من المسيحيه مقتنعه تماما ان هي غلط، وبعدين ابدا اشوف ايه الصح. طيب تسمحي لي قبل ما تبدأي النقطة بتاعتك، اسمحي لي بقى أشغل الفيديو اللي قلت لك عليه اتفضل بتاع اتفضل. صراخ. أدي يا جماعة الخير، دول قنوات التنصير وعماد ويليام، ها بتاع ساعتين ونص بتاع ساعتين ونص، وهو بيصرخ على قنوات التنصير من إسلام أختنا غادة صابر. أنا هترك لها المجال بس بعد المقدمة اللي أنتوا عارفينها الأول. نسمع كده بيقولوا في الفترة القليلة الماضية انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة سنها 43 سنة اسمها غادة صابر فيليب. ضيف معانا الأخت غادة صابر فيليب بطرس. طيب كان ايه دور ده عماد ويليام يا إخوة، بتاع اللي بيحرض على المسلمين الجدد، ده عماد ويليام. الأمن في هذه المشكلة، يعني ايه دور الأمن، عمل ايه بعدها؟ الأمن دايما ليه دور، ودور للأسف مش إيجابي، دور سلبي، لأن المفروض إن الأمن هو يبقى عارف الخاطر فين وعارف الأماكن فين، ومع ذلك يقول لك لا 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 يمشي بمزاجها. ما هي دي العبارة للأسف اللي دايما بتتقال بكل حالة، كبيرة مش قاصر وماشية بمزاجها، هنعمل لكم إيه يعني؟ هي عايزة كده. طب يا أخي هاتها الأول كده وخليها تقول لأهلها لجوزها لأولادها لأهلها يا جماعه انا مش عايز ارجع لكم تاني. ما هو اهي الاخت معانا حالا حالا حالا. اتفضلي اختنا، معاكي انا جيت اهو الاسئله ليكي وترتيب المواضيع ليكي، اتفضلي. تمام، الحمد لله رب العالمين. طبعا بدايه زي ما قلت لحضرتك، الفطره السليمه بترفض اي شيء يتنافى مع العقل. دي كانت بدايه التفكير بالنسبه لي، ان انا فكرت ورفضت بعض الطقوس اللي كانت بتمارس في الكنيسه علشان عقلي ما استوعبهاش. يعني مثلا زي فكرة التثليث، ودي كانت أول حاجة أنا فكرت فيها. هما بيقولوا إله واحد بس، آب وابن وروح قدس كمان متضاف عليهم، متضاف طبعا مؤخرا يعني في المجامع في المجامع إله واحد آمين. طب إزاي إله واحد آمين؟ ما هو آب وابن وروح قدس، إزاي يكون واحد؟
طبعا السؤال ده انا وقفت قدامه كتير وسألت نفسي كتير علشان الاقي ليه اجوبه، ما فيش. طبعا رحت بأسئلتي دي للزملاء والزميلات في الشغل في العمل عندي وللكهنه الاسس. يعني انا ما كنتش بروح الكنيسه كتير، يعني مش هقول لك انا كنت عضو بارز في الكنيسه وبتاع، لا انا من زمان مستنكره حاجات كتير بتحصل في الكنيسه، عشان كده انا ما كنتش بروح الكنيسه كتير. فسألت، فهم يعني كل واحد بيجاوب اجابه غير التاني، يعني كأني مثلا لما تدي له السؤال ده كأنك خبطته في الحيطه، اديته سؤال معضله يقعد يجيب لك شمال ويمين وانك تفهم حاجه مفيش. فانا كده ادركت تمام ان هم ما عندهمش رد على السؤال ده، يعني ايه الاب والابن والروح القدس هم اله واحد، يقول لك اتجسد مش عارف ايه، نزل بالجسد واتصلب بالجسد بس الروح ما فرقتش الجسد، طب مين اللي مات؟ الجسد مات بس الروح ما فرقتش الروح الجسد، مش عارف ايه، يعني كلام والنبي ما يدخل في عقل طفل في كي جي 1 حتى. فطبعا خلاص ادركت ان خلاص هم ما عندهمش رد للمشكله دي. هل له من تاني ردودهم حاجه، عندنا، من ردودهم نعم، عليك في ناسوت ولا في التالوت، هل من ردودهم عليك كانت ناسوت لاهوت، ناسوت لاهوت ولا ايه؟ زي ما بيردوا والله علينا. ايوه بالظبط كده. هم اتحداك اذا كانوا هم نفسهم فاهمين الكلام اللي بيقولوه، مش فاهمين حاجه بيحاولوا يوصلوا يعني معلومه لينا وهم فقد شيء لا يعطيه. اقتنع انت الاول بعدين تعال اقنعني. صحيح. بس وفي طبعا الاعتراض التاني اللي كنت دايما بعترض عليه اللي هو الاعتراف. انا في حياتي يا استاذ محمد ما عملتش الاعتراف، في حياتي اقسم بالله ما عملت الاعتراف، ما رحتش الكنيسه واعترفت الاب كاهن، ما ليش اب كاهن ببساطه لاني بستنكر الموضوع ده. ما ينفعش اروح انا كده اروح اقول لقسيس اقعد معاه في خلوه كده واقعد اقول له انا اخطيت وعملت وعملت ومن فضلك اغفر لي او اتشفع لي عند بابا يسوع علشان يغفر لي، بابا يسوع يعني الاله اتشفع لي علشان يغفر لي، وانا اقول لك انت ليه؟ طب ما انا اروح اقول لربنا اللي انت هتقول له، يعني هو ربنا مش محتاج وسيط بينه وبينه يعني. وبعدين انت، ما انت انسان، لا احد كامل الا الله وحده، انتوا بتقولوا كده. طيب انت انسان فانت ممكن تكون انت كمان غلطان، انت بقى تروح تعترف لمين؟ هم بيعتبروا ان الاب الكاهن ده بمثابه اله على الارض او واخد توكيل من الاله ان هو يغفر الخطايا. وسيط ده الموضوع وسيط للرب. وسيط 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 لا وبمثابه اله على الارض كمان. يعني نعم. في بعض الوعظات للبابا شنوده بيقول ان هو بمثابه اله على الارض، لا ما تقولش ان هو انسان عادي، هو بمثابه اله على الارض. انا عامله فيديو على القناه بتاعتي خاص بالاعتراف، نعم. هجيب ممكن بقى اصدقائنا يبقى يشوفوه. بالمناسبة أختنا، هجيب إن شاء الله حالا رابط القناة بتاعتك وأعرضه على الناس بحيث يشتركوا فيه، لأن أختنا أيضا لها نشاط دعوي على اليوتيوب والفيسبوك، فيا ريت الإخوة تشترك في القناة بإذن الله. أنا هجيب الرابط أهو بتاع الأخت، بس هي تكملي يا أختنا اتفضلي. تمام، بارك الله فيك. اكتشفت ان الموضوع ده طبعا كله غلط في غلط عقليا وادبيا. ما ينفعش ان انا اروح لانسان زي اقول له انا اخطات في كذا وكذا وكذا، ما ينفعش. العقل والفطره السليمه ما تنفعش ان انت تقول كده. يعني المفروض الانسان لما بيخطأ بيلجأ للرب بربنا وبيصلي له علشان يغفر له خطاياه، يعني ربنا هيغفر لنا، يعني نروح نستغفر ربنا مش بهدف الاذلال، بهدف التوبه. هما بيودونا علشان نعترف علشان يذلونا علشان ما نعملش كده تاني. منطق غريب يعني الكائن ده ممكن يمسك نقاط ضعف على الانسان، وجربنا كتير. صحيح. يعني ناس اصدقاء نعرفهم بيروحوا يعترفوا، بعد ما يعترفوا هما بيقولوا، يعني بيقولوا اسرهم على الملأ. يعني مثلا واحد شاب كان بيشرب سجاير، فراح قال له، يعني ده صديق لاخويا كان بيشرب سجاير، راح قال له يا ابونا انا بشرب سجاير صلي لي علشان ابطل السجاير. قال له ماشي يا ابني ربنا يتوب عليك والكلام ده كله. وبيقابله في الشارع وهو بيشرب سجاير وبيقول له يا ده انت لسه ما بطلتش السجاير، انا اروح اقول لابوك. انت يعني سبحان الله. سبحان الله، انت يعني انت بتهدده، انت يعني سبحان الله، انت اله. المفروض يعني لا اختنا اله بقى، يا اختنا بقى هو اله بقى. ليه؟ ايوه اله صح. سبحان الله، ده الاله نفسه سبحان الله عز وجل، يعني ما بيذلش الانسان، هو بقى يذل بقى. فطبعا الموضوع ده انا كنت مستنكره وماليش اب اعتراف، ماليش ان انا اشوفه في الشارع اجري بسرعه وابص على ايده، لا 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 لا، ما حصلش معايا خالص. انا من زمان قوي قوي وانا ما بعملش الكلام ده. فده طبعا من النقاط اللي ما كنتش بحبها في المسيحيه. في حاجه كمان يا اخ محمد، التناول اللي انا برضو عملت عليه حلقه خاصه، اللي هو ناكل جسد المسيح ونشرب دمه. ايوه يعني ايه ناكل جسد المسيح ونشرب دمه؟ هو احنا ماشي مثلا مصاص
مصاصين لا انت دماء يعني. خدي بالك كده برضه، انت يعني مزوقه الكلمه، لا قولي اكل جسد الرب وشرب دمه. جسم هو الرب، هو بمثابة المسيح. ايوه، ياكلوا جسد الههم يشربوا الدم بتاعه عشان يثبت فيه وانا فيه. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا عيالي لما كانوا بيروحوا يتناولوا، اليوم اللي كانوا بيروحوا يتناولوا فيه بييجوا اقسم بالله من الكنيسه بياكلوا بعض خناق ما اقولكش يعني. والله قول لي يا ابني يعني اهدى، انت مش متناول النهارده، المفروض ان انت هادي بقى، فيك ربنا. ظهر التناول النهارده كان مغشوش ولا حاجه. على سبيل المفروض الدعابه كان، يعني. هو المفروض كان راح الكنيسه عشان يتناول الرب، للاسف شكله بدل ما ياكل الرب ما ياكلوش طن، فبيرجع متعفرت عايز خناقه. مثلا، او التناول مغشوش. طبعا تربص الموضوع، التناول ده، التناول ده عباره عن القربانه واللي هي بتمثل جسد المسيح ودم المسيح، اللي هو حاجه اسمها اباركه في الكنيسه، المسيحيين عارفين الكلام ده. هو عباره عن عنب مخمر، اللي هو النبيذ المخمر، يعني طعمه كده زي دبس الرمان، بما اني يعني اتناولت يعني وعارفه طعمه. طعمه زي دبس الرمان كده يعني، حاجه مززه. طب القربانه دي اللي بتمثل جسد المسيح، طريقة تعاملها زي طريقة العيش اللي بنعمله في البيت بالظبط، ما تختلفش خالص، خميرة ودقيق ومية والكلام ده كله. ادي يا سيدي جسد المسيح، نيجي بقى لدم المسيح، هو عبارة عن خمر، مش هنكدب على بعض، هو خمر. نتناوله في الكنيسة عبارة عن خمر. طب ما ينفعش يعني، احنا المسيح او الله خلوا دمه عبارة عن خمر وجسده عبارة عن عيش، طب حاجة ايه وبعدين وحاجة ايه؟ حاجة مش حاجة يبقى بسكوت خمر. مثلا. على فكرة في بعض الطوائف المسيحية بتتناول ببسكوت، اللي هم نعم أظن الإنجليين، ممكن وتناولهم ما بيكونش الصبح، بيكون بالليل. حتت صغيرة خالص كده، عاملة زي البسكوت بتاع الشاي المدور الصغير طب ده. وربنا يا أستاذ محمد، أنا رحت جبت باكل بسكوت بنفسي للقسيس عشان يناول بيه، بالأمارة اسمه بسكوت يا ماري. الله، وخانوا على انه الرب وناول بيه. أيوة، وأنا مش شاريها بنفسي. الحمد لله يعني، الحاجات دي بتعلم فينا، بتعمل يعني ايه تراكمات من وانا صغيره، ابص لكن ما اتكلمش، لكنه بيتراكم بيتراكم لغايه ما عاد ما يحدد ربنا وخلاص بقى فاض بيا، مش هينفع اكمل. بس وكمان القربان ده يعني لو حطيته في الشمس، او لو حطيته عادي كده على الترابيزه او اي حاجه، هتبص تلاقيه هيعفن هيخمر ويعني يصوف بالمعنى بتاعنا. طيب هل المسيح او الله بيسمح لجسده ان هو يعفن؟ او طبعا دي مهزله واستخفاف بربنا سبحانه وتعالى. وطبعا الكلام ده ما كانش ينفع ان انا اكمل طبعا. اللي طب اكد لي الشكوك دي، طبعا ايه رايك اتفضل. اختنا؟ ايه رايك انه بس مش حته العفن ده عهد قديم وعهد جديد، ايه رايك؟ ما هو العفن ايه هو نوع، زي نوع من انواع النجاسه، مش كده ولا ايه؟ طيب فطر في العهد، نجس. في العهد القديم قال ايه؟ مش قال ملعون، المعلق ملعون لانه علق على خشبه فلا تنجس ارضك التي يعطيك الرب الهك، في التثنيه 21. ايوه يعني نتكلم عن نجاسة، مين؟ نتكلم عن مين؟ مش عن يسوع الرب اله العهد نتكلم عن الجديد؟ يسوع. اهو صحيح، ها بالظبط، سبحان الله. اتفضلي يا اختي. سبحان الله. طبعا اللي اكد شكوكي اكتر من كده، اني طبعا وانا بتصفح على اليوتيوب كعادتي، لقيت انا كده لسه مسيحيه، لقيت مناظره، لقيت مناظره ما بين احمد ديدات والقس اللي هو جيمي سواجارت ده، قالوا فيها كميه تناقضات في الانجيل مهوله. طبعا انا من عادتي سجلت كله، وبعد الحلقه رحت بقى مسكت الانجيل بتاعي وشفت الكلام ده واتاكدت ان الكلام ده كله صح، بالفعل التناقضات موجوده. طبعا بص الدنيا لفت بيا، انا كده ايه، انا كده خلاص اتاكدت تماما ان الدين ده غلط، مش هينفع اكمل فيه. ومن هنا بقى ابتديت افكر في الاسلام. الشرق الأوسط ما فيش غير مسيحية وإسلام معروفة يعني. ابتديت أفكر في الإسلام، صدمة صدمت. نعم أيوه صدمت فعلا يعني، أنا عمري كله قضيته على حاجات غلط، أنا عارفة إنه غلط، بس يعني عارف اللي مستني زقة
مستنيه اما اتاكد، عماله احضر مناظرات وعماله وعماله اشوف في الشيخ والقسيس، واشوف الشيخ يتفوق على القسيس، بيتكلم بثقه، بيتكلم بدلائل، بيتكلم ببينه، القسيس ما ملهوش كده ومش عارف يرد، ويجيبوا له ايه يغرق في شبر ميه، وايه ده ليه يعني، واحنا ليه كبرنا يعني. انت اكيد حضرت حوارات ليا غالي طبعا. اخر ما يزهق المنصر مني يقول لي ايه، يقول لي انت راجل شبكه وقعت، انت شيطان. لا ايوه بالظبط بالظبط، ما احنا بيجي لنا تعليقات كده، انتوا شياطين راكبكم عفريت، يلا ربنا يصلح حالهم. امين. بس إيه، نيجي بقى ايه اللي جذبني للاسلام. طبعا كله ده نقطه في بحر اللي انا قلته لك ده حاجات بسيطه جدا خلتني اشك في المسيح، غير التناقضات بقى وغير حاجات مش منطقيه وغير اخطاء علميه ومنطقيه في الانجيل وحاجات كتير مش هيتسع الوقت ان احنا نقولها كلها. اللي جذبني بقى للإسلام، طبعا اللي جذبني للإسلام حاجة بسيطة جدا، بسطت الإسلام. يعني إيه بسطت الإسلام؟ أنا عندي، أنا كمسلمة لما باجي مثلا عايزة أكلم ربنا بروح أتوضأ وأفرش سجادتي وأتصل بربنا، خلصت خلاص، هو ده الإسلام. أنا بتصل بربنا من غير وسيط، من غير ما ألبس وأروح للكاهن ويا عالم هيرضى يسامحني ولا لأ، يعني على حسب بقى هواه بقى، ده غير الفضيحة يعني، غير عليك نور، غير الفضيحة. فانا على ايه كله ده؟ انا اختار الدين اللي هو سهل بسيط مش معقد، ادي ربنا هو وفاتح صدره لكل الناس اللي يكلمه، هو بيسمع للناس كلها من غير اي وسيط. شفت بساطة اكتر من كده؟ مفيش طبعا. طبعا الدين الاسلامي هو الدين اللي بيقبله العقل. نعم، فاتح رحمته لكل الناس. بالظبط بالظبط، هو الرحيم. الدين الاسلامي طبعا هو الدين اللي بيقبله العقل، يعني ما فيش حاجه تلاقيها غلط منطقي او غلط علمي لغايه دلوقتي، ما شفناش حد قدر يطلع غلط علمي او منطقي في القران، واللي بيتجرأ وبيعمل كده بنرد عليه يعني لغايه ما بنفهمه الحمد لله. طبعا الدين الإسلامي هو الدين القائم على التوحيد، توحيد الله فقط ما فيش غيره، ليس كمثله شيء يعني. وبنعظم الله، ما بنشبهوش زي الدودة، ما بنشبهوش زي مثلا يعني في التشبيهات اللي هي الحقيرة اللي شبهوا بيها يسوع المسيح في الإنجيل، بنعظمه، بنعظم ربنا. طيب خلاص، أنا بغض النظر عن كلمة إسلام عشان هم عندهم إسلاموفوبيا، انا دلوقتي بقارن بين حاجه وحاجه، بقارن بين حاجه وحاجه، اعتبرني ما رحتش الاسلام، انا بقارن مجموعه صفات يتكون منها الاسلام. ادي دين بيحقر ربنا، وادي دين بيعظم ربنا، اروح لفين؟ اروح للي بيعظم ربنا طبعا. وبعدين كل شيء طبعا ليه دليل وحجه وبرهان في القران الكريم. دين بيدعوني للاحتشام، أنا كامرأة دين بيدعوني للاحتشام وبيعتبرني جوهرة، ولازم أتصان في الملبس وفي كل شيء وفي المظهر وفي كل شيء. دين ما بينجس المرأة في كافة مراحل عمرها. نعم صحيح. طبعا احنا شفنا وصف المرأة، وصف المرأة الإنجيل للمرأة، وصف مشين، وصف انها بتجيب العار، وصف انها نجسة في حيضها، انها نجسة بعد ولادتها، يعني حاجة يعني اقسم بالله لو هم عارفين بس ياخدوا بالهم بس من هم بيتوصفوا بايه، ده هيسيبوا جري. انا ايه اللي يخليني اقعد في دين بيوصفني بان انا نجسة عشان ايه يعني؟ دين بيلزم الراجل بالتكفل بيا كامرأة، سواء كنت بنته او اخته او مراته، ده كفيل ان انا ألجأ للاسلام، انا هقعد في بيتي معززه مكرمه وفي راجل هيتكفل بيا. طبعا المسيحيه ما فيش الكلام ده، ما فيش اصلا اي حقوق للمراه يعني، وحتى في الميراث حق المراه بيسقط في الميراث، انما في الاسلام في شريعه، في شرع يعني بتقول مثلا الذكر مثل حظ الانثيين، ده في بعض الحالات، في حالات تانية بيبقى زيها زيه، في حالات تانية بتبقى اكتر منه، على حسب الحالات التشريع موجود. طبعا بدأت أشوف مناظرات، كل ده أنا بكلمك أنا لسه في مكاني. نعم كنت لسه ما
انا كل ده بص صراع سنه ونص يا استاذ محمد، ايوه انا مش نعلم بتكلم من عارف فراغ، انا ما معاك. اتخطفتش، انا مش بتكلم من فراغ، انا يمكن انا يعني كان صراع داخلي رهيب رهيب جوايا، عايزه بعمل موازنه ما بين ده وما بين ده قبل ما اخطي الخطوه. بس انا خطوتي يعني انا هخطي، انا هسيب بيت، انا هسيب عيال، انا هسيب وظيفه، انا هسيب كل حاجه، هسيب كل حاجه واقصد ربنا. خطوه مش سهله. طبعا بدات اشوف مناظرات لناس كتير اسلموا، زي مثلا يوسف اسد، الشيخ يوسف اسد ده مشهور جدا، ده راجل ما شاء الله عليه عقلاني، واي حد هيشوفه يقتنع بكلامه، والدكتور وديع احمد فتحي وغيرهم كتير طبعا في المجال ده. كل ده علشان بثقل نفسي، علشان اتاكد الخطوه اللي اعملها صح ولا مش صح. فطبعا خلاص ايقنت ان انا مش هينفع اكمل في المسيحيه تاني، خدت قراري ان انا اروح الازهر واشهر اسلامي بتاريخ 13/2/2019، وتم الحمد لله بتسهيل وتوفيق من ربنا. اما بالنسبه لحالي بعد الاسلام، يعني انا مش قادره اوصف لك، يعني مهما وصفت لك مش هعرف اعبر. يعني اهم حاجه ان انا احس بالرضا والطمانينه الداخليه طبعا، وخاصه طبعا في الزي الاسلامي المحترم، حاسه بوقار، حاسه بثقه بنفسي اكتر من الاول، مش اكتر من الاول، لا الاول كنا بنمشي يعني خايفين معاكسات تحرشات مش عارف ايه، ما ماشي، ما هو اللوك اللي احنا طالعين بيه بيدعو لاي حد ان هو يعني يقول كلام مش كويس او يبص بصه مش كويسه. انما في الزي الاسلامي انا ماشيه محترمه واثقه في نفسي اكتر من الاول طبعا بكتير جدا جدا، وكل يوم احساسي طبعا بيزيد ان انا اخترت صح صح صح، والحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله. يبارك فيك وأن يرزقنا وإياك الثبات حتى الممات يا رب العالمين. اللهم اللهم آمين يا رب وإياكم. الأخت جابت الثلاث أسئلة ورا بعض. الحمد لله. أسأل الله أن يبارك فيك. إيه هل لك نصيحة للمسلمين للمسلمين بصفة عامة؟ بالنسبة للمسلمين بصفة عامة، أنا بحب أنصحهم أقول لهم أنتوا احمدوا ربنا، أنتوا في نعمة كبيرة أوي 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 أنتوا مش حاسين بيها. إحنا ضحينا وسيبنا بيوتنا وسيبنا عيالنا وسيبنا حياتنا واستقرارنا علشان بس نقول شرف الإسلام. أنتوا ربنا إداكوا هبة ومنة عظيمة من عنده إن أنتوا اتولدتوا مسلمين، ما تعبتوش، حافظوا بقى على إسلامكم، بلاش تكونوا وصمة عار. أنا شايفة، أنا بشوف ناس كتير يا أستاذ محمد لا يعني ناقصهم اسلام للاسف، يعني انا بحزن قوي على بنات يعني بشوفهم لبس مش قد كده، كلام الالفاظ، لا لا نرجع لاسلامنا يا جماعه، انتوا في نعمه ومش مقدرينها بجد. الله يبارك فيك يا رب العالمين. طيب النصيحه بقى الاخيره للمسيحيين، نصيحتك ايه والله للمسيحيين؟ المسيحيين، والله المسيحيين دول انا ببكي عليهم، هم ضالين، هم مش حاسين، هم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، هم مش حاسين، هم فاكرين ان هم صح واحنا الغلط، هم فاكرين ان انا اتضحك عليا، بالعكس ده انتوا الضالين. هو مش عشان حضرتك ولا حضرتك اتولدتوا مسيحيين يبقى هو الاسلام هو الصح، ما ممكن الاسلام المسيحيه هي الصح، ما ممكن المسيحيه تكون غلط والاسلام هو الصح. يعني 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 فكر بشيء من العقلانيه وفكر بشيء من المحايده، بلاش اسلاموفوبيا، بلاش تخاف من الاسلام، فكر فيه، ابعد كلمه اسلام، ابعد ابعد، فكر في الاسلام كصفات، فكر في الاسلام كتقدير الله، يعني هنا بيوصفه الله بايه وهنا بيوصفه الله بايه، تاخد حقك هنا ولا تاخد حقك هنا، قارن عادل ما بين الدين ده والدين ده، وانا واثقه تماما لو فكرت هتهتدي للاسلام فورا. احسنتي. لو بصوا في القران حلو، افلا يذكرون افلا يعقلون افلا يتدبرون افلا افلا ايوه ايوه يعني أنت. ربنا طالب منك تفتش تدور تعقل تتدبر، ما طالبش منك ان انت مثلا تمشي عمياني كده ورا، لا لا اكراه في الدين ما ينفعش، لازم تبقى مقتنع وتفكر وتتدبر في الامر. اما لو في نص عندهم بيقول فتشوا الكتب كانوا عملوا ايه؟ ما هو ما هو برضه ما هو في نص تاني بيقول على فهمك لا تعتمد، ما هو من ضمن التناقضات بتاعت الكتاب العجيب. صحيح. انا ايه اللي خلاني قلت النص اصلا؟ انا كنت ساكت مش عارف. طيب اختنا تسمحي بمداخلات ولا؟ لا عادي ما فيش اي مشكله. طيب الله يبارك فيك. نبدا بس مداخلات مختصره يا جماعه الله يرضى عليكم عشان الوقت وعشان احنا كمان البث بتاعنا ما يطولش ونطول على اختنا ونطول على الفيديو نفسه. طيب اتفضل يا محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده أنا الأخت نهى والله العظيم أنا مبسوط جدا ما بشوف حضرتك، وطبعا ربنا يكرم. سبت الآخرة والدنيا، الآخرة بس يعني. كان عندي بس سؤال ربنا يكرم. صغير بس يعني، هما اتفضل. يعني في الكنيسة مثلا اللي هم الشعب المسيحي العادي بيبص للمسلمين إزاي يعني؟ شايف المسلمين ازاي؟ وده سؤال، شيخهم. والسؤال الثاني حضرتك شايف. خد سؤال سؤال يا محمود، سؤال سؤال. طيب تمام اتفضل. المسيحيين بيشوفوا المسلمين في الكنيسة، طبعا احنا لما بنطلع احنا احباب واحنا قوة واحدة وما فيش حد يفرقنا والكلام ده كله، لكن لا بنقول هم اعدائنا بيننا وبين بعض طبعا كمسيحيين، يعني ما تستأمنهمش، ده هم بيحنوا لبعض وبيكرهونا، ده لو طلوك في الشارع مش عارف ايه. ودايما كنت بسمع كلمة المسيحيين بالنسبة للمسلمين مالهم وعرضهم غنيمة، مش عارفة جابوا الكلمة دي منين. يعني لو شافوه زكريا بالظبط، يا وشافوا واحده في الشارع من حقهم يغتصبوهم، من حقهم ياخدوا فلوسها، من حقهم ياخدوا ذهبها، الدين بتاعهم بيرخص لهم الحكايه دي. طبعا لما جيت اسلام اكتشفت ان الكلام ده غلط، وما فيش اي حاجه ولا في اي ايه ولا نص ولا حديث بيقول الكلام ده. الكلام ده من بنات افكارهم، ربنا يخرب بيته زكريا بطرس ده، هو اللي خرب الدنيا. السؤال الثاني يا محمود، السؤال الثاني بقول لحضرتك، هو انت مثلا شايفه اللي فيه مثلا مسيحيين كتير عايزين يدخلوا الاسلام مثلا وخايفين يعني من خلال اكيد في ايوه علاقات ايوه ايوه يا اخ محمود، ايوه، في ناس كتير قوي عايزه تدخل الاسلام وخايفه من رد فعل المجتمعي والرد فعل الاسري، خايفه يعني ان كانوا ست، طب ما هي خايفه برضو خطوه ان انا اسيب بيتي وولادي وامشي، دي حاجه كبيره قوي يعني مش سهله، وكمان خايفين من عائلاتهم، وفي ناس في الصعيد عائلاتهم ممكن توصل معاهم للموت، ففي ناس كتير يعني يمكن اكتر من نصهم عايزين يسيبوا المسيحيه ويلجأوا للاسلام. طيب اختنا سميه يلا فك الميوت عن نفسك ودقيقه اتفضلي دلوقتي. يمكن اكتر من نصهم عايزين. السلام عليكم اختنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام حبيبه قلبي، ازيك يا سميه حبيبتي؟ عارفين طبعا اكيد. ايوه حبيبتي ربنا يخليك لي يا رب. يا خليل حياك الله يا اخت نهى، بارك الله فيك يا اختي. تمام الحمد لله، انا سعيده جدا بالتواصل معك صراحه، يا صراحه كنت نتمنى يوم يا سميه فين صوت الكمبيوتر اللي عندك؟ في عندك صوت الكمبيوتر بيرجع الصوت؟ في دبل فويس في الصوت. طيب هات مدخلتك، هات مدخلتك. أنا حابة نقول كلمة للأخت نهى، إن سبحان الله عندي تساؤل في نفسي، نقول الله سبحانه وتعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ماذا بينك وبين الله يا نهى حتى علم الخير الذي فيك فهداك لدينه، ماذا بينك وبين الله يا نهى؟ فهذا الذي الحمد لله لك، واسأل الله الثبات لنا ولك. الحمد لله اللهم امين. اخت سميه انا من زمان وانا عايشه في الفطره الحمد لله، حاسه ان مش دي النهايه، حاسه ان في تغيير جذري هيحصل في حياتي، وعايشه بالفطره وعايشه بما يرضي الله، صح وغلط عادات وتقاليد ما كنتش بنجرف ابدا ورا الحاجات اللي هم بيقولوها، ولا عمري اندمجت مثلا في الكنائس ولا الكلام ده كله، عايشه بالفطره مستنيه ربنا يعمل فيا اللي هو عمله ده، ان هو يخليني اتقدم للاسلام. الحمد لله انا بشكر ربنا جدا على انه من عليا نعمه الاسلام، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هات مداخلتك يلا الفك النحاس، فك عن نفسك وفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانا كان عندي سؤال بالنسبه لمعاذ الجبل، هي كانت بتتفسر ازاي؟ هي بتتفسر زي ما هم بيقولوا لنا عندهم يعني، بتتفسر زي ما هما بيقولوا لنا في الشاشات، ولا هي بتتفسر التفسير الحقيقي بتاع التدرس يعقوب ملطي؟ حياك الله معوض يا فندم، اتفضلي اختنا. ما هو الموعظة على الجبل طبعا، هم لما انت تيجي تمسك حاجه وتقول لهم اشرحوها بيقولوا لك ده دي حاجات رمزيه، رمز كلها مؤوله، حاجات رمزي. رمزيه رمزي هو رمز، هو رمز. فبالله عليك في حد يجرب ربنا؟ ازاي الشيطان يجرجر ربنا ويجربه؟ ما ينفعش. او الخد الايمن ادله الاخر.
اه ملطشه بقى يعني، عين بعين وسن بسن والبدء اصلا، ده القاعده اللي الفطره بتقول لك عليها. طب انت لو انت ماشي في الشارع وحد ضربك على وشك، هتدي له الخد التاني وتقول له اضرب كمان؟ لا انا اروح يعني اشتري بلطة واضرب بيها. بالظبط كده، لا كلام ينافي العقل طبعا. بتعلم الناس الجبن، عقيده بتعلم الناس الجبن طبعا. اسال الله، الحمد اسال لله. الله ان يبارك فيك اختنا يا رب العالمين. حد تاني عنده مداخلات يا جماعه؟ اختنا اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يبارك فيك وان يحفظنا واياك وان يستعملنا ولا يستبدلنا، اللهم امين. جزاك الله خيرا على هذا اللقاء، واسال الله ان يرفع درجتك في عليين يا رب العالمين. ان شاء الله نبقى نعمل لقاءات تانية خاصة بمواضيع، مثلا لو انت حابة في لاهوت المسيح، في تناقضات الكتاب وما الى ذلك. تشرفينا، تمام، الله يبارك فيك يا رب العالمين. ربنا يكرمك يا رب. جزاك الله كل خير يا أخي محمد. الحمد اسال لله. الله ان يبارك فيك وجزاك الله خير وحفظك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يثبتنا وإياها، اللهم آمين على الحق يا رب. مش ملاحظين إن أنا بقيت قابلت الحلقة دي مداخلات الأخوات؟ صح؟ صح. ليه بقى؟ لأن اللي بتتكلم أخت، فمداخلات الأخت الأخت يعني. في الختام إخواني أخواتي فلذات أجبادي، لا تنسوني من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم، اللهم آمين. الناس اللي بتشتكي من عدم وصول البث المباشر، زي ما قلنا الأول، آدي قناة الأخت على اليوتيوب، وآدي صفحتها على الفيسبوك، وآدي شهادة إشهار إسلامها. الناس اللي بتشتكي من عدم وصول البث المباشر ليهم بقى في الفيسبوك، خشوا الصفحة، اشترك في الصفحة، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والناس اللي بتشتكي من عدم وصول البث المباشر إليهم في اليوتيوب، خش القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس. وفي القناة والصفحة في أكتر من قول 700 أو 600 فيديو، شاهد ما فيها أيضا علشان يوصلك كل جديد. الناس اللي عايزة تدعم إعلانات القناة، لأن زي ما أنتم عارفين القناة والصفحة عليهم بلاغات شديدة جدا، فالطريقة المثلى إن إحنا نقاوم بلاغات الصفحة ونقاوم بلاغات القناة، اللي هو بإعلانات القناة على اليوتيوب وبإعلانات الصفحة على الفيسبوك. فالناس اللي عايزة تدعم إعلانات القناة والصفحة يكلموني على رقم الواتس الموجود في وصف الفيديو في الفيسبوك واليوتيوب. لا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.